بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نستأنف إن شاء الله الجزء الأول من محاضرات الأسبوع 12 والجزء التاسع من النيوبليزيا. كنا إحنا بدينا في الهولماركس أوف كانسر، بدينا في أول واحدة اللي هي السيلف سافيشنسي فور جروث سيجنالز. كنا حكينا إنه ممكن يكون في عندنا خلل في أي خطوة من خطوات الكاسكيد أوف جروث سيجنالز، بيبدأ من الجروث فاكتور، جروث ريسبتور، سيجنال ترانسدكشن، ترانسكريبشن فاكتورز، وقلنا اخر شيء بكون عندنا ايش اللي هو اللي هي الانزيمات او البروتينات اللي بتاثر في السيل سايكل وبتحفز السيل سايكل بروليفريشن. فاحنا الان نجي على الخطوه الاخيره اللي هو ما نحكي على السايكلينز اند سايكلين ديبندنت كاينيزز ذات ريجوليت ذا سيل سايكل فيزز. احنا زي ما اخذنا في شابتر تيشو ريبير، كنا حكينا على السيل سايكل، احنا قلنا عباره عن ديفايند فيزز وفيها بتحدد موضوع الخلية وصير فيها البروليفريشن. طبعا لما نحكي احنا بتحكم في السيل سايكل عبارة عن سايكلينز وسايكلين ديبندنت كاينيزز، بتحكم في السيل سايكل من خلال انهم بيحفزوا اللي هو البروجريشن اوف ذا سيل سايكل. زي ما حكينا احنا السيل سايكل كنا اخذنا هي عبارة عن جي 1 فيها 4 فيزز. جي 1 هو ميجور فيز، الميجور فيز اللي هو بيكون التحضير فور سينثيسز. بعدين عندنا السينثيسز اللي هو مضاعفه الماده الجينيه. جي 2 التحضير، الجي 2 التحضير للميتوسيس، والام اللي هو اقصر واحد فيهم اللي هو الميتوسيس، تمام. وبعد هيك الخليه ام بتروح على الجي 0 بتصير في الكوسنت ستيت او في السينسنت ستيت، او بتضلها مواصله في الجي 1 اذا كانت الجروث سيجنال شغالة على طول، تمام. لما نيجي نحكي عن السايكلينز اند سايكلين ديبندنت كاينيز ذات ريجوليت سيل سايكل فيزز، هو عبارة عن فاميلي اوف بروتينز ذات كنترول ذا انتري اوف ذا سيلز ات سبيسيفيك ستيجز اوف ذا سيل سايكل. بتلاقي لكل فيز اوف ذا سيل سايكل بتلاقي لها سايكلين ديبندنت سايكلينز خاصين فيها، وسايكلين ديبندنت كاينيزز بحافظ هدول السايكلينز، فدائما بتلاقيهم مرتبطين مع بعض، تمام. فبتلاقي مثلا السايكلين دي مع السي دي كي 4 اللي هو بحفز اللي هو عبور الـ RB اللي هو عبور الـ G1 S phase اللي هو تشيك بوينت اللي بتحكم فيها الـ RB جين، تمام، اللي هنحكي عنه كمان شوي إن شاء الله. بعدين بيجي عندنا سايكلين دي CDK6 مثلا. أنا هذول مش مطلوبين تحفظهم إلا لموجودات في السلايدات، لكن المقصود إنه في عندنا لكل فيز أو لكل فيز من هذه السايكل سايكلين ديبندنت كاينيزز خاصين فيهم، بيساعدوا إنه هذه الخلية تعبر من هذا الفيز لهذا الفيز. زي ما إحنا شايفين كمان، زي ما في عنا سايكلين ديبندنت كاينيز، في عنا برضو سايكلين ديبندنت كاينيز إنهيبيتورز. هدول اللي بيعملوا إيش اللي act as tumor suppressor genes، اللي بتثبط البروليفريشن. حسب البالانس بين هذا وهذا بتحدد إن الخلية تمشي باتجاه اللي هو البروليفريشن او انها تتوقف عن البروليفريشن. يبقى فاميلي بروتينز ذات كنترول ذا انتري اوف ذا سيلز ات سبيسيفيك ستيجز اوف ذا سيل سايكل. زي ما احنا عارفين ليفل اوف ا سبيسيفيك سايكلين انكريزز ات سبيسيفيك ستيج. زي ما احنا شايفين هنا مثلا انه السايكلين دي سي دي كي 4 بعلى في اللي هو عندما يجي الجي 1 بده يحد الى الاس فيز، بعد هيك بعود بنزل وبيعلى سايكلين دي سي كي دي 6، بعدين سايكلين دي 2 هو اللي سايكلين اي سي دي 2 هو اللي بيعلى والباقي بوطى زي هيك. عشان هيك انه بتلاقي اللي هو الليفل تاعه بزيد عندما يجي ايش الفيز اللي بده يمرق اللي بده يمشي من عنده. فانكشن باي فوسفوريليتنج سيرتن بروتينز. زي ما شايفين هنا احنا، زي ما نشوف كمان شوي، انه الار بي لما يكون هايبوفوسفوريليتد بكون ماسك السيل سايكل وما بمشيها، لكن لما يجي السايكلين دي سي دي كي 4 بتلاقيه بيعمل هايبر فوسفوريليشن للار بي، فبتلاقيه بوقف العمل تاعه، فبتمشي ساعتها ايش اللي هو الجي 1 اس فيز اللي هي اهم تشيك بوينت موجوده في السيل سايكل. اذا مشيت غالبا بعد هيك السيل سايكل حتضل ماشيه، تمام. سايكلينز بايند سايكلين ديبندنت كاينيزز اكتيفيتنج ذم، فزي ما دائما السايكلينز اتاتش تو ذا سايكلين ديبندنت كاينيزز. سيل سايكل فيزز عندنا اللي هم زي ما شايفين احنا حكينا برضه اخذناهم في التشور بير، هم الجي 1 اس جي 2 ام، تمام. وفي عندنا البيرمننت سيلز اللي هي دائما بتطلع من هذا بتطلع من الـ من الـ
من سيل سايكل ما بعد هيك ما عندناش قدره على البروليفريشن، في عندنا الستيبل سيلز اللي بتدخل في الكوسنت ستيت اللي هو الخمول المؤقت، ومتى ما جاها الجروث فاكتور بيكون يتعود تشتغل مره ثانيه زي ما احنا شايفين هنا بين الجي 1 والاس، بيعلى سايكلين دي سي دي كي 4، بعد هيك بيعلى سايكلين اي سي دي كي 2، بعدين بين الاس والجي 2 بيعلى سايكلين اي سي دي كي 2. يعني يا جماعه المقصود زي ما برضو برجع بقول هذول مش مكتوب تحفظهم بالتفصيل لكل واحد فيهم، تمام، بس عشان نعرف انه زي ما حكينا انه في كل فيز بيعلى واحد، بعد هيك بروح بيجي الثاني اللي بعده، بعد هيك بروح بيجي اللي بعده، فبتلاقيه بحفز الخليه السيل سايكل انها تمشي من فيز لفيز. There are two main cell cycle checkpoints زي ما حكينا، one at the G1S transition وهذه أهم واحدة، the other is the G2M transition. طبعا G1S transition بتأكد إنه الخلية عندها قدرة على إنها تعمل synthesis، في نفس الوقت بتأكد إنه ما فيش أي genetic mutation. إذا الأمور تمام والبالانس تاع اللي هو cycle independent kinase مع السايكلين أكتر من الانهيبيتورز، فبالتالي بتمشي باتجاه إنه يتعدي هذه اللي هو التشيك بوينت بعد ما تكون الامور تمام بالنسبه للخليه من ناحيه الجينيتك، الجينيتك انه تكون الماده الجينيه تكون مظبوطه ما فيش فيها اي خلل. بعد هيك الجي 2 ام بتاكد انه سينثيسيس صار تمام، مضاعفه الماده الجينيه مضاعفه هذا كلها صارت بشكل صحيح، وبعد هيك ايش بعدي هذه الترانزيشن بروح على الميتوتيك فيز اللي هو بيكون اقصر فيز، ومنه بصير الانافيز وبتنقسم الخليه لخليتين. Each of which is tightly regulated by a balance of growth promoting and growth suppressor suppressing factor. زي ما قلنا كل واحدة من هدول بيتحكم فيها اللي هو balance، توازن بين الحجم بين اللي هو السايكلين سايكل اندبندنت كينيزز من جهة اللي بيحفزوا السيل سايكل انها تمشي، وبين السايكل اندبندنت كينيز انهيبيتورز اللي بيضبطوا او بيوقفوا السيل سايكل انها ما تمشيش. طبعا اللي بحفز الموضوع هذا اللي هو الجروث فاكتورز او وجودها او غيابها، في نفس الوقت برضو انه سنسورز اوف دي ان اي دامج، يعني في حال مثلا كان في دي ان اي دامج معناته هتوقف السيل سايكل اذا كانت هذه البروتينات مضبوطه قبل ما تصلح، واذا ما تصلح بتعمل اندكشن للابوبتوسيس زي ما هنشوف لقدام. اف ذا سنسورز اوف دي ان اي دامج ار اكتيفيتد، في حال في كان في دامج دي ان اي ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا اول شيء ترانسميت سيجنالز ريز ذا سيل سايكل بروجريشن، اول شيء بوقف السيل سايكل عشان يعطي فرصه للخليه انها تقدر تصلح الدي ان اي، تمام. اف ذا سيل دامج كانت بي ريبيرد، في حال انه ما صار ريبير ات ويل اندوس ابوبتوسيس، تمام. وانس ذا سيلز باس ثرو ذا جي 1 اس تشيك بوينت ذي ار كوميتد تو اندرجو سيل ديفيجن، تمام. متى ما الخليه دخلت زي ما حكيت الجي 1 اس فيز تشيك بوينت هي اهم تشيك بوينت موجوده، متى ما دخلت غالبا الخليه راح تضل شغاله. Defects in the G1 as a checkpoint are particularly important in cancer. زي ما هنشوف إنه الغالبية العظمى من الكانسرز لازم يكون في G1 as a checkpoint ما تكون شغالة بشكل تمام، لأنه عشان يصير في كانسر لازم تكون هذه checkpoint مش شغالة. Since these lead directly to increased cell division. تمام. Indeed, all cancers appear to have genetic lesions that disable G1 as a checkpoint, causing cell to continually re-enter the S phase. لانه زي ما نشوف كمان شويه انه الجي 1 اس فيز اذا كانت شغاله ما بتسمح لخلايا السرطانيه انها تتكاثر بالسرعه او بالاصرار اللي بيكون موجود عليها، لازم تكون هذه التشيك بوينت مش شغاله عشان يصير في كانسر، تمام. All cancers appear to have genetic lesions that disable the G1 as a checkpoint. Particular lesions of the cell cycle proteins vary widely and frequently across the tumor types. بس بنعرف انه two major categories هما اللي هما الخلل الرئيسي اللي بصير في موضوع السايكليز سايكلين ديبندنت كينيزز. اول شيء بصير عندنا جين اوف فانكشن ميوتيشنز انفولفينج سايكلين ديبندنت كينيز 4 او دي او سايكلين دي اللي هما هدول اللي بيتحكموا في الجي 1 اس تشيك بوينت، او اللي هو اذا كان عندنا لوس اوف فانكشن ميوتيشن في التيومر سبريسور جين اللي هو البي 16 او اللي هو سايكلين ديبندنت كينيز انهيبيتورز، تمام. يبقى دائما هنلاقي انه الخلل في موضوع السيل سايكل او الخلل الجيني اللي بصير في موضوع السيل سايكل بصير في واحد من هدول الاثنين، اما سايكلين ديبندنت كينيز 4 سايكلين دي او سايكلين ديبندنت كينيز انهيبيتورز اللي هو البي 16 او البي 16، تمام. الميوتيشن ذات ستوريت اكتيفيتي اوف سايكلين سايكلين ديبندنت كينيز سيؤدي الى سيل بروليفريشن. انا المطلوب من هذا الجدول السايكلين دي بنشوفه في المانتل سيل لينفوما من خلال الترانسلوكيشن، تمام، او سي دي كي 4 بكون في الجلايوبلاستوما ميلانوما and sarcoma.
final consideration قبل ما نبدا، قبل ما نطلع من اللي هو اول خطوه اللي هي اللي هو القدره على الاعتماد على الذات في موضوع الجروث فاكتورز، بدنا نعرف يا جماعه انه الجروث بروموتينج سيجنلز that is increased the increased production of oncoproteins does not by itself lead to sustained proliferation of cancer cells. نعرف انه اللي هو الخلل الجيني لحاله في الجينات في الاونكوجينز او البروتو اونكوجينز اللي بتتحول لاونكوجينز لحالها ما بتكفي انها تؤدي لكانسر، لانه يا جماعه متى ما صار في عندنا disregulated growth او uncontrolled growth، اذا كانت اللي هم التيومر سبريسور جين شغاله او الجينز اللي بتعمل اندكشن الابوبتوسيس شغاله، راح توقف هذا البروليفريشن على الاقل الداخل الخليه في السنسنس، يعني تبطل انها تقدر تعمل بروليفريشن او ممكن تعمل اندوس ابوبتوسيس. عشان هيك لازم يكون على الاقل there are two built mechanisms cell senescence and apoptosis that oppose oncogene mediated cell growth. عشان هيك هدول لازم يكونوا معطلين عشان يقدر يصير كانسر، فمعناته الاونكوجينيسيس لحالها ما بتكفي عشان يصير كانسر. تمام، as discussed later genes that regulate these two breaking mechanisms must be disabled to allow an opposed action of oncogenes. معناته لما يكون عندنا oncogene mutation لحالها ما بتكفي عشان يصير الكانسر، لازم يكون في عندنا خلل في الجينات اللي بتؤدي للسينسنس اللي هو البيرمننت سيل سايكل اريست، تمام، او اللي بتعمل انديوس ابوبتوسيس. لانه زي ما احنا عارفين يا جماعه انه في النورمال سيل لما بصير في عندنا ان كنترول ديجروث مباشره بصير عندنا ديفنس ميكانيزم اللي هو اما بدخل الخليه في السينسنس من خلال اللي هو ميكانيزم معين في السيل سايكل، او بتول انديوس ابوبتوسيس. والله اذا تعطل الابوبتوسيس وتعطل السينسنس هذا مع وجود الانكوجينيسيس هيصير كانسر. عشان هيك الانكوجينيسيس لحالها ما بتكفي عشان يصير كانسر. تمام، نيجي الان على الهولمارك الثاني اللي هو الانسنسيتيفيتي تو جروث انهبيتور سيجنلز، اللي هي هنحكي على الكانسر سبريسور جينز. تمام، احنا حكينا قبل المحاضره حكينا قبل هيك على موضوع اللي هو الاعتماد على الذات في موضوع الجروث فاكتورز. تمام، الابيليتي انها تقدر انها تحفز الجروث فاكتورز حال او تحفز الخلايا تفرز الجروث فاكتور او انها تشغل الريسبتور بدون ما يكون حتى في growth factor او تعمل over expression له، او انها تعمل مثلا signal transduction mutation في موضوع signal transduction بحيث تخليها شغالة على طول، او من خلال اللي هو transcription factors برضو ممكن تكون فيها mutation وتضل شغالة، او من خلال cyclins او cyclin dependent kinases اللي حكينا عنهم قبل شوية. الآن هنحكي على الكانسر سبريسور جينز، تمام، اللي هي الجينات اللي بتعمل إيش، اللي بتوقف البروليفريشن. هذه برضو ممكن إذا كان فيها خلل فيها برضو تعمل نفس الأكشن وتعمل إيش، وتعمل مالجنسي. نرجع بنقول لحالها ما بتكفي. تمام، whereas oncogenes encode proteins that promote cell growth the products of tumor suppressor genes apply brakes to cell proliferation. فهذه بتعطل cell proliferation. growth inhibitory pathway ممكن يكون عندنا من خلال regulation of cell cycle زي مثلا الRB gene اللي هو retinoblastoma gene هنحكي عنه كمان شوية which is named as governor of the cell cycle. تمام، regulate cycle and apoptosis زي مثلا ال B53. تمام، زي مثلا blocking growth factor signals زي TGF beta او ABC regulates beta catenin. برضو البيتا كاتنين مع الاي بي سي مع اللي هو اللي بنسميه كونتاكت انهيبيشن هنحكي عنها برضو ان شاء الله. كانسر سبريسونز ار ريسيسيف، في العاده بيكون ريسيسيف، يعني تو اليلز ماست بي ديسيبلد عشان تقدر تعمل الفينوتايب which may be lost in familial or unsporadic cases. في حال الفاميليال معناته واحد بيكون اصلا موروث من الاساس وبعد هيك بصير الثاني فيه، فبكون اسرع انه فبيجي الكانسر بايج اقل. اما في السبوراديك لازم التنتين يصير فيهم ايش، يصير فيهم اللي هو acquired mutation عشان تقدر تعمل ايش، تعمل اللي هو الكانسر. In cases of familial predisposition for development of tumors affected persons inherit one defective copy of a tumor suppressor gene and lose the second one through somatic mutation. In sporadic cases both copies are lost through somatic mutation. تمام، واضحة ان شاء الله انه في حالات الفاميليال انه بكون في الاساس متوارث، بكون في الجيرم سيلز في عنده one hit او في عنده واحد قليل بكون في اصلا already mutated، معناته بده بس واحد somatic mutation. لكن اذا كان والله الولد سليم وبده يصير
ياخد الاكوايرد ديورينج لايف، فبتلاقي بده ايش، بده مرتين يصير عشان يقدر يصير الكانسر. انتجروث سيجنالز كان بريزنت سيل بروفريشن باي سيفرال كومبلمنتري ميكانيزمز. كيف ممكن تشتغل الانتجروث سيجنالز هذه؟ اول شيء ممكن هذه انها سيجنال مي كوز ديفايدنج سيلز تو انتر ذا جي زيرو كويسنس. اول شيء ممكن يعمل توقف مؤقت للخليه فيدخلها في الكويسنت فيز، تمام؟ هذا واحد. اثنين، ممكن في بعض الاحيان يدخلها في البوست ميتوتيك ديفرنشيتد بول اللي هو ايش، اللي هو السينيسنس، اللي هو اند لوز ريبليكاتيف بوتنشال نون ريبليكاتيف سينيسنس بنسميها، او بيرمننت سيل سايكل ارست. يعني بيدخل خليه في مرحله انه بعديك ما عندهاش، يصير ما يصيرش عندها قدره على البروليفريشن. يعني على فرض مثلا صار في عندنا خليه في جينيتك دامج وصار فيها اللي هو بيرمننت سيل سايكل ارست او سينيسنس او نون ريبليكاتيف سينيسنس، خلاص معناته الخليه هذه مش راح تقدر تورث الدمج والجينيتك دمج للخليه اللي بعدها، فبالتالي راح تتوقف عند هذه النقطه وبعد هيك الخليه تخلص حياتها وتموت، تمام؟ The cells may be programmed for death by apoptosis. The cells may be programmed for death by apoptosis. برضو هذه برضو اللي هو الميكانيزم الثالث لموضوع اللي هو الانتجروث سيجنالز. Tumor suppressor genes have all these tricks اللي هم حكيناهم هذول الثلاثه in their toolbox designed to halt wayward cells from becoming malignant. فبتلاقي من خلال هذه الثلاث ميكانيزمات بتكون هذه وظيفتها الأساسية أنها تمنع المالجنسي، تمنع المالجنسي. فبالتالي لو صار في خلل في الموضوع هذا في أي خطوة من هذول، معناته بتزيد احتمالية المالجنسي خصوصا مع وجود الانكوجينيسيس. فبالتالي زي ما نرجع نقول مرتين، انكوجينيسيس لحاله ما بيكفي، لازم يكون في مشكلة موضوع السينيسنس اللي هو موضوع التيومر سبريسور جينز، لازم يكون في كمان الجينات اللي بتؤدي للأبوبتوسيس ما تكون شغالة، تمام؟ الار بي جين، نيجي الآن على أول واحد منهم. الار بي جين اللي هو الجين اللي هو ريتينوبلاستوما جين، it is a key negative regulator of the cell cycle، تمام؟ هذا بوقف السيل سايكل أو بخليها ما تمشيش. is directly or indirectly inactivated in most human cancers. زي ما نشوف إنه في معظم الكانسرز بتلاقي الريتينوبلاستوما هذا نفسه مش شغال، ممكن يكون نفسه يكون ميوتيتد أو يكون الأشياء اللي بتأثر عليه هي فيها ميوتيشن، تمام؟ فبالتالي ممكن إنها تعمله disabling بشكل مباشر أو غير مباشر، إما من خلال الميوتيشن مباشر في الأربي نفسه أو من خلال الميكانيزمات اللي تتحكم فيه زي ما نشوف كمان شوية، تمام؟ first tumor suppressor gene to be discovered أنت تستدد الريتينوبلاستوما. الريتينوبلاستوما هو مرض اللي هو من أمراض اللي بتصيب الأطفال وبتصيب العين، ممكن تيجي في الكبار وفي الصغار لكن مين اللي بتكون في الصغار، تمام؟ هو أول مرض اكتشف فيه هذا الجين، وبعد ذلك اكتشف أنه موجود في كتير من إيش، من الكانسرز المعروفة، تمام؟ كولد آر بي جين both copies of the gene must be lost for neoplastic transformation for act as recessive، تمام؟ فبالتالي إذا كان والله familial بكون already في واحدة منهم mutated، تمام؟ اللي هو في واحدة منهم تكون ميوتيتد، مع الزمن بصير عندنا acquired one somatic mutation، لكن في السبوراديك أصلا يولد طبيعي، بعدين بياخد أول mutation بعدين بياخد تاني mutation. RB mutations can be seen in several tumors including small cell carcinoma، ممكن نشوفه في small cell carcinoma of the lung, breast cancer and bladder cancer، تمام؟ زي ما احنا شايفين هذا اللي هو sporadic form يولد طبيعي، تمام؟ بعد هيك بيبدأ الخلايا تتكاثر، ومع ذلك مع الزمن acquired mutation بياخد الأولى بعدين بياخد الثانية عشان يصير إيش، التيومر اللي هو في العين بيكون عبارة عن malignant tumor في العين. لكن والله إذا كان والله في familial form موجود في الأساس في واحدة من الميوتان جين موجود أصلا في الجيرم سيلز فورثها فأخذها في الأساس من البداية، بعد هيك صار عنده بده one hit فقط عشان يقدر إيش، عشان تتحول خلية لخلية كانسر وتعمل الكانسر. الآن يجي على المود of action of retinoblastoma gene. المود of action بنعرف إنه retinoblastoma gene زي ما احنا عارفين هو اللي هو بكون على اللي هو بتحكم في الجي 1S transition اللي هي أهم نقطة زي ما حكينا في السيل سايكل، هي اللي بتتأكد من إنه الجينيتك ماتيريال قبل ما يصير لها proliferation أو the duplication هتكون أمورها تمام، إنه السيل سايكل بحاجة للproliferation عشان هيك إذا جاها السيجنال فور جروث الار بي بصير له ان اكتيفيشن، لكن طالما فيش سيجنالز بكون الريتينوبلاستوما جين بكون ماسك هذه اللي هو التشيك بوينت ومانع الخليه انها ايش، انها تتحول تمشي باتجاه البروليفريشن. فالان لما يجي المود اوف اكشن في الايرلي، طبعا في بدايه اللي هو في بدايه السيل سايكل في الجي 1 ايرلي ان ذا جي 1
الار بي is in its hypophosphorylated active form. فبدنا نعرف إنه الار بي عكس الراس طبعًا. الراس لما بيكون hyperphosphorylated بيكون active، hypophosphorylated بيكون inactive. الار بي عكسه لأنه طبعًا هما كمان عكس عكاس في عكس عكاس برضو في الأكشن. هذا tumor suppressor gene وهذاك عبارة عن أونكوجين. تمام؟ فالار بي retinoblastoma gene عبارة عن tumor suppressor gene من خلال إنه بوقف السيل سايكل الذا جي 1 اسفيز. فهو طالما اكتف يعني السيل ما فيش إلها داعي انه يصير لها بروليفريشن، فبالتالي بكون موقف السيل سايكل على الجي 1 اسفيز على الايرلي جي 1. بكون الار بي ان اتس هايبوفوسفوليريتد فورم اكتف فورم which will prevent transcription، بيمنع انه يصير السيل سايكل بروجريشن by inhibiting the cell cycle by inhibiting the cyclins and cycle independent kinases اللي حكناهم على اللي هم هدول اللي بيتحكموا في السيل سايكل. فبالتالي انه لما يكون اكتف فبكون ماسك السيل سايكل، بكون عامل ان اكتيفيشن لهدول cyclins and cycle independent kinases، وبكون عامل اللي هو activation of the cycle independent kinase inhibitors. تمام؟ فبالتالي طالما ما فيش اللي هو اشاره للخلل ما فيش إشارة للخلايا هذه إنها تصير proliferation، بتكون اللي هو الار بي بيكون في الactive form، فبكون hypophosphorylated. تمام؟ growth factor signaling، اجت growth factor signaling، إيش راح يسوي؟ لقيت الخلية بدها تمشي. تمام؟ الخلية بدها تمشي الآن، أجاها growth factor signals لقيتها. إذا أمور الجينيتك material تمام ما فيش فيها أي مشكلة، بيجي الار بي بصير له inactivation من خلال اللي هو signals، من خلال السيجنالز اللي هم من خلال الجروث فاكتور سيجنالز اللي بتحفز الجروث فاكتور زي ابديرمال جروث فاكتور تي جي اف الفا هيباتوسايت جروث فاكتور بليتد درافت جروث فاكتور، فبيعملوا فوسفوريليشن للار بي، فبيحولوه من الاكتيف فورم اللي هو بيمنع السيل سايكل بروجريشن للان اكتيف فورم اللي بيخلي السيل سايكل بروجريشن تمشي. فبصير عندنا ايش؟ بصير اكتيفيشن اوف ذا سايكليز اند سايكل اندمندد كينيزز. الاسماء هذه مش مطلوبه منكم، بس معروف ان بس نعرف انه سايكلين اسايكلين ديمندد كينيزز، وبتمشي السيل سايكل. تمام؟ will allow transcription by induction of cyclins and cyclin dependent kinases which will induce cell cycle progression. تمام؟ هذه كلها بس اللي هو خطوات بدون الدخول في تفاصيل الاسماء، هذه كلها مش مطلوبه. ف when the cells enter the S phase، تمام، متى ما دخلت الاسفيز دي ار كوميتد تو ديفايد وذاوت اديشنال جروث فاكتور ستيميليشن. يعني يا جماعه هذه اللي هو النقطه، هذه اهم نقطه. متى ما عدتها السيل سايكل حتى لو راح للجروث سيجنال، الجروث فاكتور سيجنال بتضلها ماشيه. تمام؟ عشان هيك الار بي ماسك اهم خطوه من خطوات السيل سايكل بروجريشن ديورينج ذا انفيز. طبعا بعد ما تمشي الامور بتعاود ترجع مره تانية اللي هو الار بي هذا بيرجع بصير ايش بصير بعود برجع مره ثانيه بتروح منه واحده من الفوسفات وبرجع هايبوفوسفوليريتد برجع يرجع السيل سايكل عشان ما يصير عندنا ايش بيرسيستنت بروليفريشن. هذا في الوضع الطبيعي طبعا لما يكون في شيء كانسر. تمام؟ لما يكون الار بي شغال اموره تمام during in showing M phase، بعد ما يصل الام فيز اللي هو ميتوتيك فيز، ذا فوسفات جروبس ار ريموفد فروم ذا ار بي باي سيلولار فوسفاتيزز، فبترجع ايش بترجع اكتف من خلال هايبوفوسفوليريشن ريجينريتنج ذا هايبوفوسفوليريتد فورم اوف ار بي، وبيرجع يمسك السيل سايكل لغايه ما يجي الاكشن مره ثانيه ويعمل ايش يعمل. فبالتالي لو كانت الار بي مش شغاله معناته كل اللي حكيناه هذا وانه بيتحكم في السيل سايكل كلها بتروح. تمام؟ فكمان مره بالجنس الجي 1 اسفيز بتيجي الجروث فاكتورز بتقل بتعمل انهيبيشن لهدول. تمام؟ بتحوله من الهايبوفوسفوليريتد للهايبرفوسفوليريتد اللي ساعتها بيعمل ايش اندكشن في السيل سايكل. والعكس صحيح بالنسبه للجروث انهيبيتورز. الجروث انهيبيتورز بتعزز سي دي كي انهيبيتورز وبتعزز الاكشن تبع الار بي من خلال انه بخليه ايش في الهايبوفوسفوليريتد فورم. طبعا في عندنا الفايرال انكتيفيشن اوف ار بي، هنحكي ان شاء الله كمان الحضرات الجايه هنحكي على اللي هو الفايرال انكولوجي من خلال الفيروسات اللي بتسبب التيومرز. تمام؟ الفيروس بتسبب التيومرز من خلال ايش احد الاكشنز تاعتها او الميكانيزمات انها بتعمل ايش ان اكتيفيشن اوف ار بي جين. زي ايش مثلا؟ زي مثلا اللي هو الهيومن بابيلوما فيروس، من انكوجينيك دي ان اي فايروسز مي اكت سيميلرلي باي ان اكتيفيتنج ار بي باي بريفنتنج ات فروم، يعني مش مطلوب الا هذا انه في الاخر باي ان اكتيفيتنج ار بي. زي مثلا الاي 7 بروتين في الهيومن بابيلوما فيروس.
تمام، هيك نكون نشينا لنهاية هذا الجزء، وموفقين إن شاء الله.